الظهيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فداء أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأخوات، مع برنامج تغنى ورتل، هذا البرنامج القرآني الذي يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة والنصف بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج القرآني الذي نستقبل فيه الاتصالات من أبنائنا وبناتنا، هذا البرنامج القرآني الذي نستضيف فيه بين الحين والآخر بعض المتصلين ممن يتصلون معنا وتكون قراءتهم طيبة. هذا البرنامج القرآني الذي نتعلم فيه الثوابت ونتعلم فيه المسلمات التي يجب على المسلم ويجب على الطفل المسلم ويجب على المسلمين جميعا أن يعيشوا عليها وأن يلقوا الله سبحانه وتعالى بها وعليها. وكعادتنا أيها الإخوة والأخوات، نعرف بالضيوف الكرام ممن هم معنا من الطلبة في هذا اليوم المبارك. فمعنا عن يمين الشاشة خالد وليد دعسان، ومعنا أيضا محمد خليفة الكور، أيضا معنا مصطفى حسن الهيضمي. فأهلا وسهلا بكم جميعا. وكعادتنا أيها الإخوة الكرام، كعادتنا أول ما نبدأ به تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم. بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين. وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله. فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله هم الكاذبون.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم طبعا إخواني ستظهر أرقام البرنامج أسفل الشاشة فمن أحب أن يتصل معنا من أبنائنا وبناتنا الصغار فليفعل اقرأ يا مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معنا اتصال معنا طلال بريزات تفضل يا طلال
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معي يا طلال؟ معك. كيف حالك يا طلال؟ الحمد لله. تفضل يا طلال. بدي اقرا سورة المرسلات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. كيف حالك يا طلال؟ الحمد لله. طبعا طلال أنت كنت معنا الأسبوع الماضي. كان طلال كان معنا في الأسبوع الماضي هنا ضيفا في الحلقة. أهلا وسهلا بك يا طلال، تابع معنا واستمر معنا يا طلال حتى يعني نتقدم في القراءة بإذن الله عز وجل. اقرأ يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. معنا اتصال معنا خولة وصفي أبو تمام من إربد، تفضلي يا خولة. السلام عليكم. انا صفا عمو مش انا اختي اللي نقرا بس انا ولدي صفا. تفضلي يا صفا. ابو تمام ذكر سورة يوسف. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك ايات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صفا نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أنت قلت إني رأيت هي إني رأيت عيد الآية يا صفا.
الآية التي في الصفحة الأولى، نهاية الصفحة الأولى. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، يا أبتي، يا أبتي إني رأيت أحد عشر إني رأيت نعم أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كيف حالك يا صفاء؟ مريم الحمد لله. أي صف يا صفاء؟ صف ثامن. قراءتك جميلة يا صفاء، نريد منك يا صفاء أن تبدأي معنا الأسبوع القادم بالسور. أنا رنيت عمو هذا قبل هذا الأسبوع الماضي وما ما ما قضب الخط. جميل، يعني التواصل، أن تتواصلي معنا بهذا الشكل جميل، أنك تتصلي فلا هاي أختي. جميل، نريد منك يا صفاء أن تبدأي معنا الأسبوع القادم في سورة الملك، تبارك الملك الذي بيده الملك. تفضلي يا خولة. تفضلي يا خولة. هاي أختي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خولة أخت صفا. تفضلي يا خولة. شيخ بدي أقرأ سورة الواقعة. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وقليل من الآخرين مش الآخرين وقليل من الآخرين من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كيف حالك يا خولة؟ الحمد لله تمام شيخ. قراءتك جميلة يا خولة، نريد منك يا خولة أن تستمري، يعني سورة الواقعة أنت بدأت بها اليوم، نريد منك يا خولة الأسبوع القادم أن تتدربي وتضعي مثلا على ورقة مثلا هنا حكم كذا هنا حكم كذا وتتدربي عليه حتى تكون القراءة أجمل. قراءتك جميلة، قراءتك متقنة، نسأل الله سبحانه أن ينفع بك. معي لين المومني من إربد، تفضلي يا لين. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا لين. حياك الله يا لين، تفضلي. عمو بدي أقرأ سورة الآلة. تفضلي. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. لا هنا فلينظري، الراء هنا إيش؟ فلينظري. يلا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. لقول إنه لقول فصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا لين. بأي صف يا لين؟ صف ثالث. طيب لين، الأسبوع القادم نريد منك أن تتدرب يعني في هذا الأسبوع حتى تتصلي معنا الأسبوع القادم على السورة التي بعدها، تدربي عليها جيدا واستمعي إليها جيدا حتى تكون القراءة أجمل يا لين. صوتك جميل يا لين وقراءتك حلوة يا لين. إن شاء الله. إن شاء الله. معنا نغم عمر من الكرك، تفضلي يا نغم. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور بدي أقرأ سورة الإنسان. تفضلي. هل أتى بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نغم اقرأي بهدوء يا نغم. إيه؟ اقرأي بهدوء حتى تكون القراءة أفضل. هل أتى بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلا وسعيرا. سلاسل وأغلا، مش سلاسل، سلاسل وأغلا لو. سلاسل وأغلالا وسعيرا. جميل. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا وجزاهم إيه؟ وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كيف حالك يا نغم؟ إيه؟ كيف حالك؟ نعم. أي صف يا نغم؟ صف السابع. قراءتك جميلة يا نغم، نريد منك يا نغم الأسبوع القادم أن تكملي هذه السورة، تدربي عليها جيدا على تتمتها حتى نستمع لهذا الصوت الجميل يا نغم بإذن الله. أوكي. بس دكتور في شو اسمه أخوي راشد بده يقرأ لك سورة الفاتحة. فليقرأ. ألو. تفضل يا راتب. كيفك؟ كيف حالك يا راتب؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. اقرأ يا راتب. إيه؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قراءتك حلوة يا راتب. نريد منك، بدنا إياك يا راتب الأسبوع القادم تتدرب على آخر أربع سور من القرآن. ماشي. آخر أربع سور درب عليهم يا راتب حتى نستمع إليهم إن شاء الله. ماشي. إن شاء الله. معي أحمد حسين من الزرقاء، تفضل يا أحمد. معي أحمد؟ يبدو أن أحمد انفصل، قطع الخط معه. أكمل يا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. معنا اتصال، معنا ليان الخريشة من الكرك، تفضلي يا ليان.
السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أقرأ سورة الرحمن. تفضلي يا ليان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها. أعيد يا ليان. والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تبقوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا بالقسط الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. صدق الله العظيم. كيف حالك يا ليان؟ الحمد لله. نريد منك يا ليان الأسبوع القادم أن تبدأي لنا بسورة الملك إن شاء الله. صوتك جميل وصوتك مؤثر يا ليان، نريد منك أن تبدأي معنا بسورة الملك الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. معنا أحمد عبد المطلب من الكرك، تفضل يا أحمد. كيفك يا شيخ؟ حياك الله يا أحمد. ودي أقرأ سورة النبأ. تفضل. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا، أحمد إن جهنم كانت مرصادا، وفتحت للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حبيبا وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نريدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم. ألو؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. طيب يا عمر كيف حالك يا أحمد؟ كويس يا شيخ. أي صف يا أحمد؟ السادس. طيب أحمد نريد منك الأسبوع القادم أن تكمل هذه السورة مع سورة النازعات. ماشي. نريد منك يا أحمد أن تتدرب يعني جيدا حتى تكون القراءة أجمل إن شاء الله. ما أنا عمر البريزات من مادبة، تفضل يا عمر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخو طلال البريزات من مادبة. تفضل يا عمر، أهلا وسهلا بك وبطلال. بقرأ سورة القدر. تفضل. إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة اللام إيش عليها اللام هنا؟ تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ممتاز ممتاز يا عمر، قراءتك جميلة. بأي صف يا عمر؟ ثاني.
طب نريد منك يا عمر أنت يعني قراءتك جميلة، نريد منك أن تستمر معنا يا عمر، أن تبدأ الأسبوع القادم في سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، تدرب عليها يا عمر حتى نستمع إليها بصوتك الجميل هذا يا عمر. ماشي. معي غزل عريقات من عجلون، تفضلي يا غزل. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. أي صف يا غزل؟ رابع. قراءتك جميلة يا غزل، نريد منك يا غزل الأسبوع القادم أن تتدربي على آخر أربع صور أو آخر خمس صور في المصحف، ماشي يا غزل؟ إن شاء الله. حتى نستمع لصوتك الجميل هذا يا غزل. إن شاء الله. إن شاء الله. أكمل يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. حسبك. معنا اتصال، معنا رماس وديانة وتالا أبو درويش من معان، تفضلي يا ديانة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. والنازعات غرقا فالناشطات. أعيدي، معي رماس؟ نعم. رماس معي ولا ديانة؟ رماس. والنازعات. والنازعات غرقا. نعم. والناشطات نشطا والسابحات سبحا. أكملي. يا رماس اسمعيني. نعم. من اسمعيني من الهاتف يا رماس. ماشي. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذ هم بالساهرة. فإذا هم، مش فإذ هم، فإذا هم. فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى. يا رماس. نعم. هنا وأهديك، الياء هنا عليها فتحة، مش وأهديك، وأهديك. وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى. فحشر مش فحو. فحشر فنادى. هنا الحاء ايش عليها؟ الحاء مش فحشر، فحشر. فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى. فقال مش أنا ربكم، لا هنا وصلا، فقال أنا ربكم، فقال أنا ربكم الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى. كيف حالك يا رماس؟ الحمد لله. أي صف؟ خامس. قراءتك جميلة يا رماس، بدنا إياك تضلك تتدرب تتصلي معنا حتى نستمع لهذا الصوت الجميل يا رماس. يعني هدفنا انك تتقدمي، يعني هدفنا يعني حتى للمشاهد، هدفنا من ان نقول للمتصل ان يتصل معنا
ليس لكثرة الاتصالات وما أشبه، لا، حتى يستمر ويتدرب ويعلم أن هنالك لقاء بالأسبوع القادم ويتدرب له وهكذا. تفضل يا ديانا. ديالة. ديالة. تفضل يا ديالة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا جعلنا سراجا وهاجا أنبتنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. كيف حالك يا ديالة؟ الحمد لله. والله أنتوا رماس وديالة لازم تيجوا عنا هنا نستضيفكم يعني، بس المكان بعيد معان يعني صعب أنك تيجوا عنا، فالأصل أن نستضيفكم، قراءتكم جميلة وصوتكم جميل ما شاء الله. أي صف يا ديالة؟ ثالث. طيب مين معي برضو؟ ما معي تالة. تفضلي يا تالة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق طيب. الله العظيم. طيب أعطيني رماس. نعم. رماس أعطينا تليفون والدك، أعطي التليفون للإخوة في الكنترول، لا تغلق لا تسكر الهاتف يا رماس، حتى ربما يعني نستضيفكم في يوم ما تكونون في عمان يعني، حتى لأن قراءتكم جميلة وصوتكم جميل وحابين نشوفكم الثلاثة مع بعض إن شاء الله. طبعا لا تغلقوا الهاتف، أعطوا الهاتف للإخوة في الكنترول. معي غزل الحوامدة من الطفيلة، تفضل يا غزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. عليهم أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. كيف حالك يا غزل؟ الحمد لله. أي صف؟ ثالث. ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك جميل يا غزل. نريد منك يا غزل أن تتدربي الأسبوع القادم، تدربي على أربع سور قصيرة من السور القصيرة حتى نستمع لهذا الصوت الجميل يا غزل. إن شاء الله. إن شاء الله. أكمل يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ما شاء الله قراءة جميلة يا مصطفى. معنا جنى الطراونة من القرك، تفضلي يا جنى. ألو. تفضلي يا جنى. ألو. تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي أقرأ سورة النازعات. تفضلي يا جنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
يقولون أئنا لمردودون في جميل. الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. كيف حالك يا جنى؟ كويس الحمد لله. قراءتك جميلة ومخارج الحروف جميلة. أنت تتدربين على القرآن يا جنى دوما؟ إيش قرأتي من القرآن؟ تعلمتي من القرآن حتى الآن؟ جزء عامة. طب أين تتدربين؟ أين يعني؟ في المركز، في المسجد، في البيت؟ جميل. يعني قراءتك يا جنى تدل على أنك يعني متدربة، يعني مش مستحيل يكون إنسان قرأ يعني مباشرة فتح المصحف هكذا وقرأ، إلا يكون متدرب. طب يا جنى أيضا أعطينا تليفونك يا جنى حتى يعني ربما يكون لك لقاء معنا. أعطي تليفونك أيضا للإخوة في الكنترول. ماشي. تشارك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ما شاء الله قراءة جميلة. إيش اسمك؟ لم نتعرف على اسمك. أنا ربا طراونة. ها بنت يعني. جميل. جميل قراءة جميلة. يعني قراءة متقنة يا ربا، وأنت وأيضا وجنى قراءتكم جميلة ويدل على أنكما يعني متدربتان ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكما. أعطونا التليفون إن شاء الله. أعطينا التليفون للإخوة في الكنترول حتى نتصل معكما إن شاء الله. لا تغلقوا الهاتف، أعطوا التليفون للإخوة. معنا إلاف عبد المطلب، تفضل يا إلاف. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. تفضل. وداخل صوت النجم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد وما رأى لا ما كذب ما كذب الفؤاد ما رأى ما في واو ما رأى نعم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنات المأوى عندها جنة المأوى جنة إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الأخرى. كيف حالك يا إلاف؟ ها؟ كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله قراءة جميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. استمري معنا الأسبوع القادم، حاولي أن تتصلي وأن تتدربي على نفس هذه الله. السورة حتى نستمع لهذا الصوت الجميل إن شاء الله. معنا سامي. لا
اقرأي. طيب معنا اتصال آخر، معنا سامية اليماني من معان، تفضل يا سامية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أقرأ آية الكرسي. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة ولا نوم. سنة له ولا له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كيف حالك يا سامية؟ الحمد لله كويس. أي صف يا سامية؟ والله مع الأسف أنا ما فت على المدرسة. مش مشكلة، يعني الإنسان إذا تعلم يا سامية يستطيع الإنسان أن يذهب إلى يتعلم ويستمع، وربما يكون الإنسان أفضل من المتعلمين أحيانا إذا تعلم. فأنت يعني لا تحزني كثيرا يا سامية، بالعكس أنت ربما تستطيع أن تتعلم القرآن وتصبح مدرسة للقرآن. فنريد منك يا سامية الأسبوع القادم أن تدربي على سورة النبأ إن شاء الله. إن شاء الله ننتظرك يا سامية بإذن الله عز وجل. معنا رؤى خالد من الكرك، تفضل يا رؤى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخصير أقرأ سورة قاف. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولا ما أطغيته ولا لا 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 التاء إيش عليها هنا؟ حرف التاء ضمة. طيب يلا. ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. غير بعيد. لا، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدق الله العظيم. هنا هل امتلأت، هنا التاء مكسورة أليس كذلك؟ احنا ما يعني هل امتلأت ما نقول مثلا هل امتلأت نضيف ياء، هنا يصبح ايش في خطأ، هنا نقول هل امتلأت ما نقول هل امتلأت إشباع الياء. لا، فقراءتك جميلة ما شاء الله يا رؤى. ننتظرك إن شاء الله الأسبوع القادم في تتمة هذه السورة إن شاء الله يا رؤى. معنا حازم عايد من المفرق، تفضل يا حازم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودي أقرأ سورة الغاشية. تفضل. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة. ونمارق
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. كيف حالك يا حازم؟ نعم. كيف حالك يا حازم؟ الحمد لله. أي صف يا حازم؟ السادس. ننتظرك إن شاء الله الأسبوع القادم، نريد أن تتمة هذه السورة إن شاء الله والسورة التي بعدها أيضا. نعم إن شاء الله يا حازم، الله يجزيك خير. معنا مالك جنيدي من عمان، تفضل يا مالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ سورة مريم. تفضل يا مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كيف حالك يا مالك؟ زكريا. كيف حالك يا مالك؟ بكمل. كمل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. كيف حالك يا مالك؟ مالك؟ نعم. أي صف يا مالك؟ صف ثالث. إيش دربت على القرآن يا مالك؟ أي سور؟ سورة مريم. طيب نريد منك الأسبوع القادم يا مالك أن تقرأ لنا سورة الملك، تدرب عليها حتى نستمع إليها إن شاء الله. ماشي يا مالك؟ سورة الملك. طيب الأسبوع القادم. أيمن؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. ماشي يا مالك. ماشي. معنا محمد العطيان من إربد، تفضل يا محمد. محمد أحمد العطيان. محمد أحمد العطيان، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا قرأت سورة طه الأسبوع الماضي وهسه بدي وحكيت لي اتدرب على سورة النبأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا نهارا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. أي صف يا محمد؟ ثالث. طيب نريد منك أن تكمل هذه السورة، تتدرب، قراءتك ما شاء الله أجمل من الأسبوع الماضي، قراءتك جميلة صارت يعني أجمل،
نريد منك أن تتدرب أكثر حتى تكون القراءة أحلى وأجمل يا محمد. إن شاء الله. إن شاء الله. معي نجم الدين الربيع من دير الله. تفضل يا نجم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا أقرأ معكم سورة البقرة صفحة 11. طيب اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا هنا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. كيف حالك يا نجم؟ كيف حالك يا نجم؟ الحمد لله. زمان ما قرأت معنا على الهاتف. والله أنا أرني يا شيخ كل جمعة بس الخط ما بلقط معي. أول يعني سر لي كم أربع جمعة يمكن ما حكيت لأنه ما بلقط معي الخط. هذا لسوء حظنا يعني لسوء حظنا أننا لا نستمع إليك. أنا أظل مستمر. أنا الحمد لله خلصت سورة البقرة حفظ ما شاء الله. طيب نريد أن نستمع إليك إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. معنا فاطمة وصف من المفرق. تفضلي يا فاطمة. معنا فاطمة. أهلين. تفضلي يا فاطمة. بدي أقرأ سورة البلد. تفضلي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أهلكت أيحسب أن لم يراه أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله. نريد منك يا فاطمة الأسبوع القادم أن تقرأي لنا آخر خمس سور من القرآن السور القصيرة. نريد أن تتدربي عليها سور قصيرة. أي صف أنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله. معنا أحمد حسين من الزرقاء. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أقرأ آية الكرسي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة لا تأخذه ولا نوم. هنا لا له ما في السماوات وما في أحمد. الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كيف حالك أحمد؟ نعم. كيف حالك؟
شو؟ كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. بدنا منك يا أحمد الأسبوع القادم تقرأ لنا سورة عما يتساءلون. تتدرب نعم؟ تتدرب على سورة عما يتساءلون، سورة النبأ. ماشي يا أحمد؟ نعم. إن شاء الله. نرجع إلى من معنا في الاستديو، أطلنا عليكم، يعني إحنا الآن أوقفنا الاتصالات حتى نستمع لكم إن شاء الله. اقرأ يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن. حسبك، ما شاء الله، قراءتك جميلة يا محمد، وهناك تقدم صراحة يا ملموس في قراءتك عن الأيام الماضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. كيف حالك يا خالد؟ ماذا ستقرأ لنا يا خالد؟ سورة المرسلات. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ما شاء الله قراءتك جميلة يا خالد، وهنالك تقدم ملموس يعني في القراءة، وهذا نتيجة أنك يا خالد يعني أصبحت تداوم في دار القرآن ولا تتغيب، فقراءة خالد تحسنت كثيرا عما سبق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. أيها الإخوة والأخوات،
إلى الفقرة التالية وهي فقرة الجمهور، وهي فقرة استضافة من يتصل معنا عبر الهاتف من الجمهور. فاصل ونرجع إليكم بضيفنا الكريم، فابقوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد فاصل قصير مع فقرة الجمهور، مع من يتصل معنا وتكون قراءته طيبة أو تشجيعا له ليستمر في تلاوة القرآن. فكان ممن اتصل معنا حمزة، الطالب حمزة أيمن محمد الشلودي، أهلا وسهلا بكم. سلام. كيف حالك يا حمزة؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ تمام. أيضا معنا والده الأخ أيمن محمد الشلودي، أهلا وسهلا بكم. الحمد لله. كيف حالك يا حمزة؟ أي صف يا حمزة أنت الآن؟ صف التاسع. طيب أنت بتتدرب دائما تقرأ قرآن يا حمزة؟ نعم. طيب اسمعني، يعني الوقت يعني داهمنا تقريبا، أسمعنا شيئا مما تقرأ ومما تعلمت يا حمزة. بسم الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير،
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما شاء الله قراءة جميلة يا حمزة. أعطينا موضع آخر من القرآن، ماذا ستقرأ لنا؟ نقرأ من سورة الفجر. تفضل. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جميلة يا حمزة، كيف حالك يا حمزة؟ الحمد لله. يعني أولا نشكرك يا حمزة على تدربك للقرآن واهتمامك بالقرآن، ونشكرك أيضا على اتصالاتك الكثيرة واهتمامك في هذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. أيضا نشكر الأخ أيمن والد الأخ حمزة، نشكرك على تربيتك لولدك. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم. هاي رسالة لكل واحد لكل أب يعني يعلم ابنه قراءة القرآن. حياك الله. أول شيء يعني عبر هذه القناة أخ أيمن نشكرك، وعبر أثير هذه القناة نقول لك جزاك الله خيرا على اهتمامك بأبنائك وعلى اهتمامك بأولادك في تربيتهم على القرآن، فأهلا وسهلا بكم جميعا. الحمد لله. أيها الإخوة الأخوات، لا يوسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنصف مساءً.